في عنا مشكلة السوريين اللي عم بيغادروا بكميات أعداد كبيرة اللي عم بتأثر بشكل أو بآخر أولاً على الجودة وعلى بعض المشاكل اللي صارت بأحد مختبرات البقاع بمستشفى الحكومي، وبنفس الوقت الثاني الأخطر أنه عم بيطلع بوزيتيف مش عم بيعرف البوزيتيف وين بده يروح. للتجاوزات اللي عم بتصير عن بعض المختبرات بالنسبة للنتيجة للسوريين، في حدا صار عم بصير في ابتزاز بهذا المضمار، دفع 200 ألف أو 300 ألف بتاخذ الفحص بعد ساعة أو ساعتين اللي بيشكك بالدقة، وفي حدا على التليفون ديليفري وهي أنا أخذنا قرار اللي بده يصير في تجاوز، هي شوائب وهي ارتكاب بقانون التعبئة العامة، ما في حوار، في إقفال. أكثر من باب فتحته حادثة فحوصات البي سي آر المغلوطة بمستشفى الياس الهراوي الحكومي بزحلة، وعلى ذمة التحقيق بعده موقوف مسؤول المختبر بالمستشفى منتحل صفة الطبيب قاسم يزبك. الجديد بالتحقيقات أنه الملف صار ملفات، فتهمة إعطاء نتائج متضاربة كشفت أيضا عن عدم وجود اسمه بسجل نقابة الأطباء. من الناحية القانونية سألنا عن العقوبات يلي ممكن تطال أي شخص ارتكب تزوير تقارير صحية من هيدا النوع. هناك نوعان من الجرائم ارتكبها، الجرم الأول هو التزوير واستعمال المزور باعتبار أن المستند رسمي، الجرم الثاني الموصوف هو أعطاء فدات البي سي آر التي قد تقوم مزورة والتي قد تفضي بنتيجتها إلى الموت أو إلى الإزاء أو إلى التعطيل، وهذا ما نص عليه القانون اللبناني بالمادة 550 من قانون العقوبات التي تقول من تسبب بقتل إنسان من غير قصد القتل يعاقب حتى 5 سنوات. حقيقة الجرم المادة 550 ينطبق على الدكتور المقصود بالتقرير. من خلال توسع النائب العام الاستئنافي بالبقاع منيف بركات بالتحقيقات، اعترف الموقوف أيضا بتزوير شهادات الطبية اللي بيملكها واستخدم لهيدي الغاية اسم جامعة البلمند، بانتظار التحقق أيضا من مدى صحة شهاداته التقنية بجامعة الأليو بحسب معلومات خاصة للأو تي في. موضوع فور التداول فيه دفع بجامعة البلمند لإصدار بيان أكدت من خلاله أنه المدعو قاسم يزبك ما التحق يوما فيها وما تابع أي تحصيل علمي عنده. مصادر مطلعة أكدت للأو تي في أنه ما في علاقة ليزبك بالتقارير المزورة يلي عم تعطى للاجئين السوريين من دون الخضوع لفحص البي سي آر مقابل مبلغ مادي، وبهيدا السياق كان أوقف فرع المعلومات بقوى الأمن الداخلي شخصين من التابعية السورية بالحزمية لأيامهم بتزوير تقارير لفحوصات كورونا بنتيجة سلبية مقابل مبالغ بتتراوح بين 40,000 و60,000 ليرة وإعطاءها للسوريين ليتمكنوا من مغادرة الأراضي اللبنانية باتجاه بلدهم.